الله الرحمن الرحيم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وان شئت ربي جعلت الحزن سهلا. اخذنا في الحلقات السابقه الحروف من الالف حتى حرف القاف، وقرانا الحروف من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين. اتمنى ان الحد القاف يكون كل اللي معانا عارف الحروف دي قراءة وكتابة وإملاء بترتيب وبدون ترتيب. اليوم هنستكمل باقي الحروف عشان إن شاء الله إن أراد الله سبحانه وتعالى، لو سمحت اقفل المايك بتاعك، إن أراد الله سبحانه وتعالى إنك أنت الحصة القادمة إن شاء الله نبدأ نقرأ الحروف بحركة الفتح ونجمع كلمة. فركز معايا، مش هنعرف نجمع كلمة أو مش هتفهم تجميع الكلمة إلا إذا كنت عارف الحروف كلها بترتيب وبدون ترتيب، وتقرأها على الغيب وتكتبها على الغيب. أي حرف بدون ترتيب، حرف الميم، حرف الطاء، حرف السين، حرف الباء، حرف بترتيب وبدون ترتيب. كتبت بهذه الطريقة هتعرف تكمل معايا. لغاية الآن ما أنتش عارف تكتب الحروف على الغايب، أي حد يملك حرف بدون ترتيب وما انتش عارف تكتبه، يبقى انت مش هتعرف تكمل معايا، هتفضل ضعيف للاخر. فرجاء النهارده هنستكمل باقي الحروف وهنكتب الحروف كامله على السبوره. رجاء الحروف اخر حصه للحروف اليوم، نامل من الله سبحانه وتعالى ان انتوا تكونوا ملتزمين، يعني ما تجيش الحصه الجايه الا لو انت عارف الحروف بنسبه 100%. مش انا عارفها شويه وبعد، لا، هتعرفها كلها بالكامل بنسبه 100%، غير كده هتبقى انت التقصير من عندك انت مش من عندي انا. ألف، اقرأ معايا بصوتك برضه. باء، تاء، تاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف. أخذنا في الثلاث حلقات السابقة حتى حرف القاف. اليوم إن شاء الله هنستكمل باقي الحروف. بعد القاف هنكتب الكاف. الكاف هنا لها شكلين، وكل حرف من الحروف دي له شكلين، وفي حروف من هنا لها ثلاث أشكال، وفي حروف لها شكل واحد. يعني في حرف من الحروف له شكل واحد، وحرف وبعض الأحرف لها شكلين، وحرف له ثلاث اشكال. تمام، كل ده هنعرفه ان شاء الله بس بعد ما نخلص كتابة الحروف ان شاء الله. نكمل مع بعض كده عشان نسترجع بسرعة. هتقرأ معايا، ما تفتحش المايك، في ذهنك كده. ألف، سمع صوتك لنفسك،
ما تقولش كده وتسمعني مش انا المتعلم وانت المعلم، لا انا المدرس بتاعك وانت الطالب، فحاول تسمع نفسك. باء تاء حروف لثوية، تاء تاء لثوية يعني بحط لساني ما بين أسناني ورا منطقة الحرف ده، والحرف ده والحرف ده الثلاثة ده. جيم مش حاجة اسمها جيم عند المصريين، مش حاجة اسمها جيم، ما ينفعش. جيم حاء، أيوة أنا مصري بس ما ينفعش الجيم عندنا، كلمة جيم عندنا خطأ أصلا، مش صح، فنحاول نعمل الصح. قاء دال، وصلنا الحرف تحتيه خط أحمر أهو، حط لسانك بين أسنانك. ذال ذال راء زي سين شين صاد ضاد طاء حرف خط احمر، ظاء 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 عين غين فاء قاف. نكمل من الشمال، اقرا معايا برضه. قاف فاء غين عين ظاء طاء ضاد صاد شين سين زي أو زين، يا تقول زين يا تقول زي، هي في اللغة العربية اسمها زاء إنما دي اسمها ذال. زاء راء ذال دال خاء حاء. دي تركز فيها عشان هنلغيها بعد كده، دي الباخر دي هنلغيها ان شاء الله بعد كده. جيم تاء تاء باء الف، ناخذ حرف بعد الفاء والقاف حرف الكاف. الكاف له شكلين هنتكلم فيهم ان شاء الله في الحصه القادمه او ممكن الحصات ان شاء الله. الكاف، الكاف عباره عن ايه؟ الف متصله بحرف الباء والهمزه بتاعت الالف، اهي ادي الالف اهو بس من غير همزه، وهوصل فيه حرف الباء عشان اعرفك ان الحروف كلها بتيجي من بعضها اهي. تمام؟ واللي جوه الباء الكاف دي، اللي جوه الكاف دي مش همزه، ده كاف صغيره، كاف صغيره كده اهو، يعني ما حدش يقول عليها همزه، كاف بعد الفاء والقاف كاف. امال اللام الف برضه، وهاخد معاها ايه؟ هاخد معاها السنه الثالثه بتاعه السين او الشين او سنه الصاد او سنه الضاد، اهي اللام الف اهو اهو، وهاخد معاه السنه الثالثه دي اهي. منه فين؟
حروف بتيجي بتركب من بعضها. اللام، كاف، لام. الميم بقى، الميم هي اللي مختلفة شوية. الميم عاملة زي ايه؟ زي الدال المقلوبة. ده المقلوبة، ايوه ده المقلوبة اهي. لو عدلتها كده اهو بقت كده. طب هعملها ازاي؟ انا ابن، ايوه يا استاذ احنا عارفين اهي. غلط اهي يا استاذ. انا ما اعرفش بتعملوها ازاي عمدا يعني، ما اعرفش. لا ركز وانا هقول لك ازاي بتعملها عشان تعملها صح. اتعودنا ان احنا نعلم بشكل كبير، طريقة كبيرة، حرف يبقى كبير شوية اهو، وهعمل لك بالقلم الرفيع زي قلمك بالظبط. واخد بالك من حاجة؟ ان دي دوران، مش واخدة زاوية كده، تمام؟ وحاجة كمان، الحتة دي أقصر من دي، القطعة دي، الضلع ده أقصر من الضلع ده. طب تمام، تعرف تعمل كده؟ أدي أول قطعة. طيب أكمل بقى أهو، هوصل من تحت لفوق. ركز، ومن فوق لتحت اهو، زي 8 كده، وشرط على السطر. شايف عامله ازاي بقى؟ بس ما تعمليش كده، ما تعمليش انا بعمله ده، اعمل زي ما انا بقول لك كده. دوران ضلع اصغر من ضلع، ضلع اصغر من ضلع، حته اصغر من حته، واجي من تحت لفوق اهو، اوصلهم ببعض، وانزل تاني من فوق لتحت اهو، واعمل الايه، السطر اهو، القاعده بتاعتها على السطر. يبقى دي راس الميم، ودي رقبه الميم، وده راس الميم، ودي القاعده بتاع الميم. هعمل راس الميم اهو فوق السطر اهو اهو، وتنزل على السطر. ووصل عشان اكمل راس الميم اهو. وهعمل رقبه الميم، رقبه الميم اهي، وقاعده الميم اهي. عرفت الميم بتعمل ازاي؟ نون. النون مش هضيف حاجة، هاخد جزء من حرف هنا هو هيعمل لي حرف النون. ايه الجزء اللي من حرف؟ الجزء ده بتاع السين او الشين او الصاد او الضاد. الكاس بتاعنا اللي احنا بنقدمه للضيوف عشان نقدم فيه مشروب ساقع اه، مش بقى بالشكل ده، من فوق ضيق ومن تحت والنص واسع ومن تحت اهو. طب نكمل الكاس اهو، نكمل لك الكاس اهو، بقى كاس اهو بالظبط اهو. اهي دي حرف النون، ايوه ده حرف النون. طيب الهاء يا استاذ، دال. لا بقول لك الهاء يا استاذ، ايوه دال. يعني ايه دال؟ يعني حرف الدال ده. بس كبير شوية. وإيه تاني؟ وهحط فيه رأس حرف الفاء أو القاف. ما تردش على الهاتف، ما تردش تليفون ولا ترد على حد عشان الواتس ما إيه؟ لأن أنت ما يقربش. رأس حرف الفاء أو حرف القاف أهي. 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 والشرط على الصدر. طب اعمل احسن من كده اهو، هعمل دال اهي، بس القاعده بتاعتها مش على السطر، لا فوق السطر اهي، زي الميم بالظبط، واعمل فيها راس الهاء، راس الفاء اهو،
وانزل بقى على السطر ده. ادي الهاء. الواو. الواو هي حرف الراء او حرف الزاي، وفيها الكاف راس الفاء او القاف. راس الفاء اهي، وقلنا من قبل راس الفاء او القاف. السنه اللي تحت اكبر من اللي فوق اهي، يعني البدايه اللي تحت شوف بدأ منين، والبدايه اللي فوق انتهت فين اهي. شوف دي انتهت فين المكان اهو، ودي انتهت فين اهي. يبقى البدايه اللي تحت اطول من البدايه من النهايه اللي فوق اهي. تخيل بقى ان انا هعمل من دي حرف الراء، ايوه حرف الراء، وحرف الزاي، وحرف الواو. هي كده الراء والزاي. هاخد الراء دي احطها هنا بقت واو اهي. ركز معايا اهي. بقت واو. طب انا مش هعرف اعملها كده يا استاذ. سهل، اعمل بطريقه افضل من كده. ايه الطريقه الافضل؟ اهي كده اهو، تعرف تعمل كده؟ شرط على السطر ها؟ واعمل دوران جميل كده. اهو. يلا يا سيدي. حرف الياء، آخر حرف. الياء دال زي الهاء؟ أيوه زي الهاء، بس دال مقلوبة بقى. لو انت عملت الدال دي وقلبتها كده اهو هتلاقيها بالشكل اللي انا هعمله لك ده. بالظبط، لو قلبتها كده بقت دال، قلبتها كده بقت جزء الياء، رأس ورقبة. طيب ده رأس الياء؟ ايوه ده رأس الياء. رقبة الياء صغيرة جدا جدا. يعني ايه صغير؟ يعني ما اعملش كده زي ما الاستاذ عمل ها؟ واروح جاي عامل بقى رقبه الياء مع القاعده كله كله مع بعض كده. ايه ده؟ هي فين الرقبه اصلا؟ مش عارف. كل دي رقبه مع قاعده ولا ايه؟ مش عارف. طب امال اعمل ايه؟ انا هكبرها لك اهي عشان تبان تظهر معايا اهي. هكبرها لك اهي. طب انا اكبرها لك ازاي؟ دي راس الياء. الرقبه فين بقى يا باشا؟ فين الرقبه؟ الرقبه مسافه بسيطه جدا، صغيره خالص. الياء دي الرقبه بتاعتها صغيره جدا. الرقبه اهي، بص بص انا هعملها لك كبيره بس هصغرها لك هنا اهي. ده هي الرقبه. دي الرقبه؟ ايوه دي الرقبه. طب اعملها كده اهي. شوف جاي ازاي؟ هعملها تاني. شوف جايه ازاي؟ مش جايه كده، مش جايه كده، زي دي كده غلط. امال جايه ازاي؟ جايه كده صح اهي. دي الياء؟ ايوه دي رقبه الياء. طب امال فين الجزء الاخير بتاع الياء القاعده اهي؟ عملت كده؟ انا عملت كده؟ اهو انا طبعا مكبرها لك عشان تبقى عارف شكلها ايه. طيب اعملها هنا صغيره ولا هعملها كمان واحده كبيره اهي؟ ده المقلوب. رقبه صغيره نازله كده اهو، نازله كده مش نازله كده اهي. واكمل كده الكاسه بتاعتي بالراحه. اعملها بقى الياء اهي. شوف الرقبه قد ايه، يا دوب لفه بسيطه بس لفه جايه كده مش لفه نازله لتحت. واعمل كده اكمل، ولازم احط نقطتين تحت الياء. هي اللغه العربيه كده اصلا، غير كده ما تبقاش ياء. تقريبا عرفنا الحروف كلها بتكتب ازاي، على ما اظن عرفنا الحروف كلها كيف تكتب. دول 28 حرف. الحروف الهجائية
مقسمة إلى قسمين، 14 لام شمسية و14 لام قمرية. أيوة يا أستاذ، أو أنا بقى مش عارف أقرأ الشمسية من القمرية. اصبر بس الأول، لما تقرأ بالفتحة والكسرة والضمة، وبعد كده تقرأ بالسكون، وبعد كده تقرأ بالشدة، وبعد كده تقرأ اللام الشمسية بقى مع القمرية. واحدة واحدة هتوصلوا بفضل الله مستوى كويس جدا 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 مع بعض. بس اوعى تفوت حصة من غير ما تحضر، لازم تحضر. حضورك هيفرق كتير جدا معاك مش معايا انا. طيب نقرأ بقى الحروف اللي احنا كتبناها، اقرأها مع نفسك كده، ما تفتحش المايك. كاف، لام، ميم، نون، هاء. كتبناها كمان مرة، ايه؟ هاء، واو، ياء، كاف. لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. الحروف دي هندخلها في الاخر بالترتيب، انما احنا هنكتب حروف كلها متلخبطه عشان نخلي سعادتك تقرا، وهنسيب الحروف اللي احنا اخذناها في الاخر دي كلها بالترتيب عشان تفهمها.
نقرأ بقى، نقرأ بقى. أستاذة غزال، أستاذة غزال افتح نعم، المايك السلام بتاعك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقرأي لي يا أستاذة. سين حاء عين تاء باء صاد تاء ظاء باء خاء ألف. تحية للسعودية وأهل السعودية، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، الله يخليك، تحية لمصر والمغرب. الله يخليك ويبارك فيك يا رب العالمين. الأستاذ محمد، محمد وجيه، افتح المايك بتاعك. أستاذ محمد وجيه اقرأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها علي صوتك شوية. علي صوتك. ده أنا مش سامع حاجة. طيب اظبط المايك. أستاذة نوال. أستاذة نوال. ايوه يا استاذ، اتفضلي. اتفضلي يا استاذه نوال اقراي. حاجه ناديه، حاجه ناديه، حاجه ناديه، افتح المايك بتاعك يا حاجه ناديه. طيب باش ايوه يا استاذ، ايوه يا استاذ، اتفضلي، مع اتفضلي حضرتك. اقراي يا استاذه. ها جيم شين ضاد زال ط دال ر ر راء ر زاد دال دال غ غين ها قاف قاف زاي. ما شاء الله. أختي أم يوسف، يا أم السلام يوسف عليكم. عليك أيوة السلام، يا مستر محمد. ضلي كاف لام ميم نون ها واو يا. ما شاء الله. أستاذة شروق رضا. سين حا عين عين بلاوة يعني. ها سا ها فا ضا ضا صا صا س ط ز ز ضا ركزي. ها ب ب ب ب بتحط ليه. ها حو ركزي، حو لا هو ركزي. ها هو ألف. ألف. أستاذة شروق ما ينفعش تدخلي معايا الحصة الجاية إلا بكون الحروف دي كلها عارفاها عن ظهر غيب بترتيب وبدون ترتيب، غير كده هتبقي ضعيفة معايا في القراءة وفي الإملاء. أستاذ عبد الله السيد. دي شين جيم. ها شين ها ضاد هم. زاد ها ضاد زاد ضا ها را دال غين قاف زاد ما شاء الله. اقفل. كاف استاذ محمد مرعي. السلام عليكم. استاذ ابدأ. محمد مرعي. كاف كاف لام ميم نون ه واو ي. تمام. هذا كمل الاستاذ لك، ممكن كمل لك أستاذ. ما فيش بقى، ما فيش بعد الياء حاجه، هم كلهم كده، هو دي لا الفورمه. فوق من مش مستين والحاء عادي برضك يعني، بس أنا مية مية تمام. يعني. ها
مين ما قرأش معايا؟ مين ما قرأش معايا؟ أستاذ محمد إبراهيم. نور، أستاذة لطيفة، الحاجة نوال ما قرأتش يا أستاذ، حاجة نوال قلت لها ما سمعتش صوتي أصلا، ما فتحتش معلش المايك. إلا معلش فتحي طب ماشي اتفضلي. سين حاء سين ساء ركزي عين، عين. ها لا عين، ها ساء هم ساء فاء هم صاد ركزي. صاد ها السلام عليكم يا استاذ. تعال بركاته. ها تاء. ها قولي يا ظ استاذه. ظ. ظ باء ها طاء هم ألف. تمام. مين تاني ما قرأش معانا؟ أنا يا أستاذ. اقرأي يا انتي. ايه يا دنيا؟ اقرأي. إيه يا أستاذ؟ جيم جيم شين ها شين ها ضاد ضاد ز زاد زاد. ها طاء راء دال غاء قاف ذي إيه واو نون ميم كاف. تمام اقفل المايك بتاعك. استاذه السلام لطيفه. عليكم استاذ. استاذه لطيفه نعم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي اقرأي. سين ان شاء الله. أ خ تاء تاء دي ايه؟ خ دي خ ايه؟ خ لا 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 خ دي ح ولا ما أشوفها زين لأنها صغيرة عندي. طيب اكبرها لك. إيه الله يعافيك. عين 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 عين. تمام. أيوة عين ثاء تاء ثاء صاء تاء ضاء باء خاء أ ألف. ألف 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 ياء و ها نا نا نون. نون نون ميم لام تاء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ممتاز. السعوديين شغالين معانا كويس جدا ما شاء الله. الله يجزاك خير. مين ما قرأش معانا؟ أستاذة مها صبري اللي فاتحة الكاميرا بتاعتها. أستاذة مها لو سمحت اقفلي الكاميرا بتاعتك واقرأي معايا. اقرأي يا أستاذة مها لو مش عارفة تقفلي الكاميرا اقرأي من غير ما تقفلي الكاميرا. ها بس اقرأي. أستاذة مها مش عارفة تفتح حتى المايك. فاتحة الكاميرا ومش عارفة تفتح المايك. طيب مين تم ما قرأش معانا؟ أستاذ محمد سلام برضو مش عارف يشغل المايك. سين محمد طب يا أستاذ ده كويس. ها ها سين. ها سين حاء حاء خ طاء فين؟ عين هو عين حد جنبك؟ ما حدش جنبك يمليكي. ها حاضر عين سا ها فاء ها صاد سيف سيف. باء. أديب أقدر أصور الشاشة؟ باء. أقدر أصورها؟ أقدر أصور؟ علي صوتك. بسم الله خلاص صور الصورة. اهي الصورة الصورة اللي المفروض حاطة ما عادش ايوه. ظاهرة عندي. اهو أيوه كده ظهر. ها باء ها خاء ألف ما شاء الله. الحروف دي صوروها بالكاميرا عندكم ما اعرفش تصوروها ازاي واكتبوها. الحصه الجايه ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى لان فضلكم اقل من دقيقه.
الحصه اللي جايه ان شاء الله احنا موعدنا بقى الساعه 9 بتوقيت مصر، الساعه بقت 9 بتوقيت مصر، حصتنا بقت احد والثلاثاء واربعاء، كانت 9 ونص بتوقيت مصر، بقت الساعه 9 بتوقيت مصر. السعوديه عرفت الكلام ده ودخلوا معانا اهو. تمام، الحروف دي هتقرا قراءه جيده. الحصه اللي جايه اللي ضعيف لو في سمحت يا القراءه استاذ في الحروف ما يدخلش معايا تاني خالص، لان مش هيعرف. عندنا الاربعاء الجاي ان شاء الله. لو المره الجايه انت لسه ضعيف في الحروف قراءه بدون ترتيب، يبقى شكرا مش هتعرف تدخل معايا تاني. فجدعا عشان الحصه اللي جايه فيه جديد. تمام، شكرا جزيلا، تمام، بارك الله فيكم. حد عايز يستفسر مع اي استفسار السلامة. قبل الوقت ما يخلص؟ فاضل اقل من دقيقه. أرسلت هاتشيبس يا أستاذ، وأنت رجعت الساعة 9 تاني؟ رجعت. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.